السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو خاص بالتسجيل في عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز. في البداية ندخل على رابط جامعة الملك عبد العزيز. سوف تفتح لنا هذه الصفحة. نقوم بالدخل على كلمة دخول على كلمة العمادات ثم عمادات القبول والتسجيل. تفتح لنا هذه الصفحة فتح بوابة القبول من تاريخ 20/12/1443 إلى تاريخ 3/1/1444 متاح التسجيل. تأكيد طلبات القبول 19/12/1443 الموافق 28/7/2022 إلى تاريخ 13/1/1444 الموافق 1/8/2022 إعلان نتائج القبول 5/1/1444 الموافق 3/8/2022. ثم ننزل إلى أسفل هنا، اضغط هنا للتسجيل الدخول عبر بوابة القبول لبرامج الانتظام. نقوم بالضغط عليها، سوف تفتح لنا هذه الصفحة. نقوم هنا بكتابة رقم الهوية، كلمة المرور، ثم هذا الرقم، ثم تسجيل الدخول، وتقوم بالتسجيل بكل سهولة وترتيب الرغبات. هنا البرامج المتاحة، البرامج المتاحة في برنامج الانتظام: برنامج أسئلة التحضيرية، المسار الصحي العلمي، انتظام المقر الرئيسي بالسليمانية، برنامج السنة التحضيرية المسار الصحي العلمي الإداري الإنساني، انتظام فرع الجامعة برابغ، برنامج وعد التسكين المتقدم لكلية الطب، برنامج وعد التسكين المتقدم لكلية طب الأسنان، برنامج وعد التسكين المتقدم لكلية الهندسة، برنامج وعد التسريع المباشر لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، القبول المباشر للكليات البيئية، كلية علوم الأرض، كلية علوم البحار، كلية الإرصاد والبيئة، بكالوريوس، القبول المباشر بكليات الاقتصاد والإدارة، إدارة عامة وإدارة سياسية فقط، بكالوريوس أدبي، القبول المباشر لكلية الآداب، بكالوريوس، القبول المباشر بكلية الشريعة، بكالوريوس، القبول المباشر لكلية الحقوق، بكالوريوس، القبول المباشر لكلية الاتصال والإعلام، بكالوريوس، القبول المباشر لكلية السياحة، بكالوريوس، القبول المباشر لبرنامج الطفولة المبكرة، بكالوريوس، القبول المباشر لكلية العلوم والآداب فرع الجامعة بمحافظة رابغ، القبول المباشر بقسم اللغة الإنجليزية فرع الجامعة بمحافظة رابغ، دبلومات الانتظام بمقر الجامعة الرئيسية الكلية التطبيقية، دبلومات الانتظام فرع الجامعة بمحافظة رابغ الكلية التطبيقية، الإطار العام للسنة التحضيرية، هناك ثلاث مسارات للسنة التحضيرية: المسار الصحي وخاص بالأقسام الصحية، المسار العلمي وخاص بالأقسام العلمية، المسار الإداري الإنساني وخاص بالأقسام الإدارية والإنسانية والأدبية فرع الجامعة برابغ فقط. نظام الدراسة للسنة التحضيرية: يدرس الطالب ثلاث فصول متتالية لاستكمال مقررات السنة التحضيرية، تحسب له من خطة التخرج، تحسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب في السنة التحضيرية ضمن سجل الدراسة وتضاف لمعدل الدراسة بالجامعة. يجب النجاح في جميع مواد السنة التحضيرية خلال المدة المحددة كشرط أساسي للتسكين في الكليات، ولا يقل معدل الطالب عن 2.75 من 5 عند التسكين. شروط القبول العامة لبرامج الانتظام في جامعة الملك عبد العزيز: أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم الأب لابن سعودي، أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيل حسب ما يحدد المركز الوطني للقياس، ألا يكون قد فصل من جامعة أو أي جامعة أخرى فصلا أكاديميا، الطالب الكفيف يتم إعفاؤه من اختبارات القياس والتحصيلي، أن تكون البيانات المدخلة إلكترونيا صحيحة. شروط القبول الخاصة لبرنامج واعد للتسريع المباشر لكلية الطب وطب الأسنان والهندسة: يشترط للقبول في هذا البرنامج استيفاء شروط القبول العامة في الجامعة، اجتياز المرحلة الثانوية، نتيجة اختبار القدرات العامة،
شروط القبول الخاص لمسار القبول المباشر لبرنامج الطفولة المبكرة: قبول طالبات الثانوية العامة من المسارين العلمي والأدبي، حصول الطالبة على نسبة موزونة 85%، إقرار الطالبة بخلوها من العيوب الخلقية، المستندات المطلوبة لبرامج الانتظام ويجب رفعها إلكترونيا، أصل الثانوية العامة وما يعادلها، أصل بطاقة الهوية المتقدم، صورة شخصية ملونة 4x6 بخلفية بيضاء، الزر الرسمي للطلاب ومحجبة للطالبات، موافقة جهة العمل للموظفين. كل هذه المستندات سوف يتم رفعها إلكترونيا. الطلاب غير السعوديين ومن أم سعودية أو أم لابن سعودي مطلوب أصل كل من شهادة ميلاد الطالب وهوية الأم وهوية ابنها السعودي، إفادة معتمدة تبين سبب الانسحاب للطالب المنسحب من أي جهة تعليمية أو المنقطع عن الدراسة. الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب عليه إرفاق ما يثبت ذلك بإفادة من مراكز الرعاية وتحديد نوع الإعاقة. بالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الدبلومات الأمريكية يرجى إرفاق الآتي: أصل شهادة المستوى. بالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة البريطانية يرجى إرفاق الآتي: أصل الشهادة النهائية لمواد المستوى الأول. المستندات المطلوبة إرفاقها لبرنامج واعد بالإضافة لما سبق. إذا كانت درجة القدرة أقل من 85 يجب إرفاق أصل شهادة اختبار سات 1، إرفاق أصل شهادة اختبار اللغة الإنجليزية ليتس أو توفل، إرفاق أصل نتيجة اختبار AB IB A Level 1. أتمنى التوفيق للجميع، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.